بكم من جديد مشاهدينا الكرام في آخر ملفات حصادنا الإخباري وإلى لبنان. فعلا لبنان فيها مفاجأة من العار الثقيل، حيث أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من منصبه. حذر في خطابه من العاصمة السعودية الرياض من أن التدخلات الإيرانية وذراعها العسكري حزب الله تدفع لبنان إلى الهوية. استقالة الحريري تضع لبنان أمام تحديات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، وسط مخاوف متصاعدة من دخوله في صراع سياسي غير محسوب. لم يكن في يوم لبنان بعيدا عن صراع النفوذ في المنطقة، بل كان في قلب صراع الحروب الطائفية التي ألمت بالعراق وسوريا والبحرين وغيرها، مما أدخلوا في أزمات سياسية متلاحقة بداية من الشغور الرئاسي وحتى الصعوبات التي واجهت تشكيل الحكومة. وفي ظل هذه المعطيات أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض استقالته اعتراضا على التدخلات الإيرانية عبر ذراعها العسكرية حزب الله. وانطلاقا مما أؤمن به من مبادئ ورثتها من المرحوم الشهيد رفيق الحريري ومن مبادئ ثورة الأرز العظيمة، ولأنني لا أرضى أن أخذل اللبنانيين أو أقبل بما يخالف تلك المبادئ، فإني أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية. الحريري أكد في كلمته أيضا أن الحكومة اللبنانية ضمت عناصر غلبت مصالحها الخاصة واستهدفت الأمن الإقليمي من لبنان. الرئيس سعد الحريري من الأساس اتجه لحكومة وحدة وطنية، واتجه للرئيس جمهورية توافقي بالرغم من الاعتراضات اللي كانوا على الرئيس ميشيل عون. انبسطنا كشعب لبناني بالاستقرار اللي رح يرجع، بس ما كمل كتير. يعني للأسف هيدا شيء مخيب لأمال كل اللبنانيين. هذا الموضوع له أكيد انعكاسات سلبية إن كان على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي. رفض حمل السلاح وتحويل لبنان إلى منطلق للعمليات الإرهابية كلمات ركز عليها الحريري في خطابه، والآن يقف لبنان أمام تحديات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي وسط مخاوف متصاعدة من دخوله في صراع سياسي غير محسوب. ولإثراء الحديث أكثر معنا مباشرة السيد فادي عكوم الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، مرحبا بك أستاذ فادي. يعني لبنان الآن على صفيح ساخن، هذه الاستقالة المسببة من قبل السيد الحريري. السؤال البديهي الآن بما تعزو أسباب هذه الاستقالة الآن، ولكن هناك سؤال آخر من الممكن أن نعتبره السؤال الأهم، لماذا في هذا التوقيت تحديدا؟ أهلا مساء النور. يعني من الطبيعي أن يقوم الرئيس سعد الحريري بهذه الخطوة، وربما لم تكن مفاجئة كما كان يتصورها البعض، فالعديد من المتابعين للوضع الداخلي اللبناني كانوا على يقين بأن هذه الخطوة ستأتي، لكن عامل الوقت هو الذي كان ضبابيا بعض الشيء. العوامل كثيرة، الضغوطات الإقليمية والدولية كانت كثيرة خلال الفترة الماضية، ويمكن ربط عوامل تقديم الاستقالة بعوامل عودة رئيس سعد الحريري أساسا إلى استلام رئاسة الحكومة. فالجميع كان يعلم بأن استلام لرئاسة الحكومة أتى ضمن صفقة إقليمية بين المملكة العربية السعودية ودولة إيران أو الحرس الثوري الإيراني، على أساس أن المملكة العربية السعودية كانت تهدف إلى فتح أبواب التهدئة في المنطقة وفتح بعض المجالات للتفاوض مع إيران لعدم أو لإقفال طريق الوصول إلى المواجهة السياسية الشاملة، أو التي قد تتطور إلى أكثر من مواجهة سياسية. فجرى يعني اعتماد الحلحلة، والتي قضت بوصول ميشيل عون إلى سدة الرئاسة الأولى بعد فراغ رئاسي طويل، واستلام الرئيس سعد الحريري كرسي رئاسة الحكومة. لكن طيلة السنة الماضية، وهي السنة تقريبا التي وصل فيها سعد الحريري إلى الحكومة، لم نجد كمتابعين أي تقدم من ناحية الجانب الإيراني،
وأزرعه السياسية في المنطقة والعسكرية وخصوصا حزب الله للتقدم في مسار التهدئة ومسار يعني نعم. تحقيق طلبات دول المنطقة المتمثلة نعم. بابتعاد إيران عن الشؤون نعم. الداخلية. يعني انطلاقا من هذه النقطة يعني أستاذ فادي في كلمة نعم. السيد الحريري التي خرج علينا بها في هذا اليوم تحديدا، النقطة الأولى حديثه عن أن الحكومة اللبنانية ضمت عناصر غلبت المصالح الشخصية على مصلحة الوطن، هذه نقطة لابد أن نتوقف معك عليها، ولابد أن نفهم مغزى هذه الجملة تحديدا. والنقطة الأخرى أيضا سيد فادي بأن تعليقه على حزب الله هو ليس تعليق بالجديد، ولكن لماذا تكرار هذا الحديث عن أن حزب الله يعني يتبنى العمليات الإرهابية ويتبنى أيضا مشروع للجماعات الإرهابية الموجودة في بعض الدول العربية؟ تفضل. طيب بالنسبة لبعض الأشخاص الموجودين في الحكومة اللبنانية والذين أشار إليهم الرئيس سعد الحريري لم يعد بسر بأن العديد من الوزراء هم يعني سماسرة سياسيين واقتصاديين، يعني مصلحتهم الشخصية في الصفقات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة والنسب التي سيحصلون عليها هي بالدرجة الأولى، ويوجد قسم آخر يعني يعول على المكاسب السياسية من خلال بعض المواقف السياسية التي يتبناها، وليست بالمصادفة بأن كل هؤلاء من الفريق الموالي لحزب الله أو للحرس الثوري الإيراني، ومن ضمنهم بعض الوزراء الذين يتبوؤون يعني بعض الوزارات السيادية الأساسية من دون دخول بتفاصيل الأسماء. نعم. أما بالنسبة لحزب الله يعني فهو المعضلة الأساسية في لبنان كانت ليست وجود حزب الله كحزب، بل إن سلاح حزب الله المؤتمر من الحرس الثوري الإيراني والذي يعتبر الزراعة العسكرية للحرس الثوري الإيراني في لبنان والمنطقة هي المعضلة الأساسية. نعم. حاول تيار 14 من أدار وحاول تيار المستقبل والمملكة العربية السعودية نعم. وأصدقاء لبنان الوصول إلى تسويات خلال الفترة الماضية لأجل نزع سلاح نعم. حزب الله وضمه إلى الشرعية طيب. اللبنانية وجعل نعم. قرار أستاذ الحرب فادي والسلم يعني بيد الدولة اللبنانية. نعم وضحت هذه نعم. النقطة، ولكن إذا عدنا معك لعدة أشهر في حديث الرئيس اللبناني تحديدا عن حزب الله، يعني كان هناك العديد من العواصف داخل لبنان في أحاديث كثيرة عن حزب الله اللبناني المسلح، ولكن هدأت هذه العاصفة بعض الشيء من خلال حديث الرئيس اللبناني بعد تولي مهام منصبه بأن حزب الله هو فصيل أساسي موجود في لبنان. نعم يعني أساسا يعني للأسف الشديد عند الكلام عن أي رئيس دولة يجب أن يكون الكلام موزونا ويتسم ببعض الرصانة، لكن في هذه الحالة يعني حضرتك أشرت إلى أن التلاعب بالمواقف السياسية كان وسيلة من قبل التيار الموالي للحرس الثوري الإيراني للتحكم بمقاليد الأمور في لبنان، بمقاليد السياسة في لبنان، ومن ضمنهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية اللذين قاما بأدوار متبادلة خلال الفترة الماضية وأصدرا العديد من التصاريح التي لا تضر فقط بلبنان بل تضر بالدولة اللبنانية وتضر بدول المنطقة. وجميعنا نعلم بأن التصريحات التي قام بها ميشيل عون خلال جولته العربية الأولى بعد استلامها الحكم كانت صادمة بالنسبة لبعض الحكومات العربية التي استقبلته، حيث أكد على شرعية سلاح حزب الله، وهذا أمر لا يتفق عليه اللبنانيين في لبنان لا سياسيين ولا على الصعيد الشعبي، فالحكومة منقسمة بهذا الشأن نعم. والشارع اللبناني منقسم بهذا نعم. الشأن نعم. هو اختلاف إلا إنه في حاول الرؤى إعطاء الشرعية الشعبية لهذا الأمر. سيد فادي يعني كنا نأمل أن نستكمل معك الحديث، ولكن عذرا لضيق الوقت نعم. نشكر السيد فادي عكوم الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، نشكرك جزيل الشكر. إذا ملفات حصاد اليوم انتهت معكم، ولكن لن يتبقى إلا التذكرة بأهم العناوين.
شباب العالم يناقشون قضاياهم في المنتدى العالمي للشباب بمدينة السلام شرم الشيخ. مزيد من القطاعات تنضم إلى حملة علشان تبنيها، والتعاون الزراعي يعلن دعمه لها. في مفاجأة من العيار الثقيل، رئيس وزراء لبنان يقدم استقالته ويتوعد إيران. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم على رأس كل ساعة. شكرا لبنى وشكرا لكم، وإلى ملتقى.